السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في مطبخ ام غانم. ان شاء الله يا ربي تكونوا لاباس. الوصفه تاع نهار اليوم البنات هي وصفه المقرود، مقرود المقله اللي كنتو طلبتوني منه، وان شاء الله يا ربي اليوم نوريه لكم بالتفصيل الممل. ولكن الوصفه تاع نهار اليوم ماهيش تكون وحدها، غادي نكون مشتركه مع قناه الاخت والحبيبه والصديقه قناه لا كويزين دو ام وندير اللي راه حاله قناه في اليوتيوب. ان شاء الله يا ربي انا غادي نديروا اشتراك انا وياها اليوم، تفاهمنا باش نديروا اشتراك. انا غادي ندير مقرود المقله وهي غادي تدير لكم حلوه صابلي بالشوكولا. صراحة البنات انا هذه القناة اكتشفتها بصدفة وعجبتني بزاف، لانه فيها اطباق متعددة، فيها مأكولات، فيها سلطات، فيها حلويات. ان شاء الله يا ربي تتبعوها في هذه القناة وتشتركوا معها. انا بعدا كاني مشتركة معها وصراحة نتبعها بزاف لانه تعجبني هذه القناة، فيها نصائح ما شاء الله. ان شاء الله يا ربي تتبعوها وتشتركوا معها، ونصحكم باش تتبعوها لانها قناة ما شاء الله. البنات انا اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم مقرود المقله اللي كنتو طلبتوني عليه هاد الايام، ونوعدتكم باش ندير لكم. كان عندي مشكل في الهاتف وما بغيتش نديرها لكم، كان عندي مشكل باش ما تتقلقوش، لانه درت لكم زوج تاع لي فيديو عياني شويه في الصوت. الحمد لله انا لقيت المشكل ورا تاع الهاتف واني سقته، لذا قررت اليوم باش ندير لكم هذا الفيديو باش تسمعوني مليح وتتبعوني مليح. انا هذه الوصفه تاع الوالده الله يذكرها على خير، اللي دير هذا المقرود يخرج لها ما شاء الله يجيها روعه. هذاك الشيء قلت انايا ندير لكم هذه الوصفه باش نتوما هاني تستفادوا منها وتدعوا لها دعوه الخير، تدعوا لها بالشفاء ان شاء الله، ربي يشافيها ويعافيها ويطول في عمرها. بالنسبه للمقادير البنات واش نديروا، انا هنايا باش نعبر بالكيله، تبعوني مليح دوك تفهموا. انا هنا الوزن تاع السميد اللي راكم تشوفوا فيه هنايا نعبر بهاد الكيله، كيله غرفيه تحرير. انتيا اذا كان كيما نقولوا بغيت تعبري بكيله، اي كيله تكون عندك في المنزل، باغ اكزومبل هادي ولا واحده اخرى كبيره عليها ولا كاس ولا اللي يكون عندك. المهم تبعيني كيفاش غادي نعبر بالكيله هادي، وانتيا الكيله اختياريه، تبغي ديريها كبيره صغيره كيما تبغي، المهم تبعوني كيفاش ندير. انا هذا السميد الحرش كيما راكم تشوفوا عبرت 3 كيلات تاع سميد ماشي مطوبين، بلا 3 كيلات تاع سميد بلا. كي وزنتو في الميزان خرج لي كيلو مجبد، كيلو نيشان تاع سميد. الوغ اش ديروا نتوما؟ ديروا 3 كيلات تاع سميد كما كتشوفوا هكذا. عندي كيله الا ربع تاع فرينه، كيله الا ربع تاع فرينه ماشي معمره حتى الفوق، ماشي مهوده، فوق النص بشويه على هذه الطريقه. هنا غادي نغربلها كما تشوفوا، ونخلطها مع السميد مليح. هاد الوصفه ما شاء الله تاع ميمتي الله يذكرها على خير، انا راني نديرها بزاف ونشحت لي 100%، تجي يذوب في الفم يجي مرمل من الداخل معلك. ان شاء الله يا ربي تجربوه وتنجحوا فيه. انا مادا بيا كي تجربوا دعوا لها دعوه الخير برك، لانه راها شويه مريضه، ان شاء الله ربي يشافيها ويعافيها. كما تشوفوا البنات خلطوا مليح السميد مع فرينا على هذه الطريقه. واش نزيد نديرو هنا؟ الملح ضروري، لانه المقروط كي ديريه بلا ملح يجي صامط، ما يتعسلو بصح يجي صامط، بصح الملح يعطيه نكهه ما شاء الله. هنا الملح عينكم ميزانكم، انا ندير الملح على حسب ما تتملح هكذا، على حسب مغرف تاع قهوه ماشي معمره بزاف ماشي مطوبه، مليحه. ندخلو الملح مليح مع الفرينا والسميد، السميد من الاحسن يكون حرش. عندي كميه من لافاني، لافاني هنا اون بودغ باش تطلق لكم بالنشابه كما راكم تشوفوا. نزيدو ندخلوها مليح ونبداو نحكو بالاصابع باليدين بالكف تاع اليد كما راكم تشوفوا. ندخلو مليح لي زانغغيديون مع بعضهم البعض كما نديرو قلب اللوز هكذا. العيد قرب ان شاء الله ما بقى والو، ان شاء الله يدخلينا بالصحه والهنا. انا على هذاك الشيء درتها لكم اليوم. الله غالب البنات راكم عارفين شهر رمضان فيه الشقاء وفيه الله غالب، انا راني نربي عندي البز في الدار والشقاء ما عنديش الوقت هكاك، ونقص من وقتي قلت معليش شفت فيكم طلبتوني، والله غير نخليها في خاطركم ندير لكم الفيديو تاع المقرود وعلى هلا. هنا
عندي بالكيله اللي عبرت بها الفرينه والسميد عندي كيله تاع سمن ذايب، ولكن السمر كتشوفوا مانيش معمره الكيله حتى الفوق، هذه اللي راه باقي هاد الخوا. تبعوني مليح البنات، انا هذا غادي نكمله بالزيت. شوف الخوا هذا نكملوه بالزيت على هذه الطريقه. هنا ديري سمن ولا زبده، من الاحسن ديري سمن. نفرغوا هذا السمن تاعنا وسط الخليط الاول على هذه الطريقه كما كتشوفوا. هنا غادي تستغربوا شويه، غادي تشوفوه مفتول بزاف، غادي تقولوا بلي راه مفتول بزاف، يتفتت لنا ما يجيش شباب، ولكن ما تخافوش البنات، راني مجرباته وراني عارفه بلي يجي روعه. تبعوني مليح برك هكا. هنا نحكو مليح باش يدخل لنا الزبده. السر في نجاح المقروض، المقروض من الاحسن انكم تبيتوه الا خدمتوه في الليل، تبيتوه الغدو الصباح تخدموا في غرتكم، ولا خدمتوه مع الصباح كما انا دروك راكم تشوفوني خدمته مع الصباح. انا هنا غادي كي نفت له مليح نغطيه بطرشونه ونخليه حتى الحشيه ان شاء الله في الليل نقليه. البنات هنا بغيت نوصيكم حاجه واحده اخرى، كي تفت لي المقروض تاعك قعدي ساعه على ساعه تعاودي تقعدي تخلطي فيه باش هذاك الدهان الزبده اللي تكون من تحت راسيه تعاودي طلعيها مع بعضها البعض بهذه الطريقه. الفتيل بهذه الطريقه كيما هاك ندخلو مليح الزبده، شوفوني مليح هذه الطريقه باش تدخل مليح. هكذا نتوما راكم تشوفوا فيه مفتول بزاف، غادي تخافوا على بالي تقولوا راه يطلق ومنه، ما تخافوا ما والو، باسكو هذاك السميد غادي يشرب لنا كاع هذيك الزبده. على داك الشيء قلت لكم خلوه يريح على الاقل، على الاقل خلوه ساعتين ثلاث سوايع يريح كما تشوفوا. بنات واش غادي ندير هنايا؟ انا هنا غادي نغطي السميد تاعي ونخليه يروبوزي. انا هنا كيما قلت لكم راني درته مع الصباح ونخدمه مع الليل، انا هنا غادي نخليه يروبوزي مليح يشرب مليح، مره على مره خلطو، مره على مره خلطو باش ديك الزبده اللي تهودنا تحت نعاود ندخلوها مليح في السميد. وفي الليل ان شاء الله نتلاقاو بعد باش نوريكم كيفاش تلموه بالماء والماء زهر وكيفاش نقلوه ونعسلوه، نوريكم بالتفصيل الممل. البنات انا هنا غادي نغطيه ونتلاقاو بعد باش نوريكم كيفاش نحضروه مع بعض. البنات كما راكم تشوفوا المقرو تاعي هنا خليته شرب مليح السميد تاعه. هنا كيما وريتكم الصباح فتلناه مع بعض وخليته، قلت لكم انا في الليل غادي نقليه ان شاء الله. هنايا دروك شوفوا كي راه شارب مليح، كنت مره على مره كيما قلت لكم كل ساعات تبدو تفتلو فيه باش تخلطوا ديك الزبده تكون راسيه من تحت. هكا واش نديرو دروك؟ انا هنا عندي ماء وماء زهر باش نلم به العجينه، وعندي هنا التمر اللي يقولوه الغرس. هنا التمر واش درت؟ هنا حكمت الغرس بعد ما نقيته طبعا وفورته في الكسكاس. بعد ما فار منسته مليح بيديا، درت له مغرف تاع زبده ودرت له شويه تاع زيت، درت له شويه قرنفل وشويه تاع كبابه وشويه تاع لافاني وشويه تاع قرفه، درت غير شويه على راس المغرف ما كثرتش، وعجنته مليح بيديا حتى ولا طري على هذا الشكل. شوفوا كي راه شباب ما شاء الله. ها هو دروك هنايا غادي نوريكم كيفاش نلمو لاباط تاعنا. تبعوني مليح، حكمو نص ريسيبيون نديرو فيها كميه من السميد. هنا عندي الماء كيما قلت لكم الماء زهر، رشوا هنا ما تخافوش البنات، كبوا الماء ما تخافوش وخلطوا. هنا ماذا بيكم كي ديروا الماء ما تعجنوش باليد تاعكم، بصباحكم برك قعدوا تخلطوا بالاصابع تاعكم وديروا له الماء الكميه اللي تنجموا عليها، ما تخافوش ما تقولوش راه جاري باسكو يشرب كيما انا السميد على حسب النوعيه. انا النوعيه تاعي شويه يشرب ماشي بزاف كما كتشوفوا على هذا الشكل. هنا بعد ما لميته كيما راكم تشوفوا البنات كما كتشوفوا انا هنايا كتشوفوا راه شويه طالق، نخليه شويه بعد الثواني برك خاطش يشرب شويه. هنا ما تخافوش كما قلت لكم بالصباح تخيكم هكا قعدوا تعجنوا فيه تيولي ابيض
نقلعوه هنا الطابله تاعنا، نقلعوه من هذا الريسيبيون. نشوفوا هنا الماء اللي راه تكثر من هنايا، تبعوني مليح البنات هنا كيفاش غادي نديره. هنا نديرو ان بودان على هذا الشكل، نحفروا هنايا في الوسط بيدينا، نحكموا التمر. انا التمر هنايا كنت درته دي بودان باش ما يغبنيش، باش ما نوسخاش كي تكون يديا فيها السميد. نحطوه في وسط العجينه تاعنا على هذا الشكل، نبداو نقفلو على هذا الشكل. نزيرو مليح بيدينا، ما تخافوش باش ما تخرجناش الحشوه تاعنا. هنا عمركم المقروض ما تخافوا منه، هنا بعض المبتدئات يخافوا يدهشوا، هي نورمال ما تخافوش. ها هو بدا يشرب معانا على هذا الشكل. نحكموا الطابع، انا اليوم درت هذا الطابع اللي كانوا سالوني عليه بعض السيدات في الفيسبوك، حطوا لي الصوره تاعه قالوا لي كيفاش نستعملوه، هادو اسكي يجو يجي به البقره تاع المقله ولا يجي به غير تاع الكوشه. انا قلت لهم بلي يجي تاع الكوشه ويجي تاع المقله. انا اليوم غادي قلت ان نخدم به باش تشوفوا كيفاش نستعمل به. هنا عندي بينسو، عندي شويه تاع الزيت، ندهنوا المول هذا تاعنا بزيت باش ما تلصقناش العجينه في وسط الطريقه، باش ما توصلناش العجينه ما تلصقناش في المول يخسر لنا الرشام. نحطوا المول تاعنا كما راكم تشوفوا على العجينه، نضغطوا مليح هنا ما تخافوش، نضغطوا حتى اللي يهود الطابع تاع البسكويت، الطابع جاي بومبي، نضغطوا مليح ما تخافوش كاع المقروط. نقطعوا بالسكين هادو الزوائد اللي راهم هنايا ولا بلا كوبات ولا اللي كان عندكم في المنزل، نحوهم نديرهم في لا ريسيبيون باش نعاودو نزيدو عليهم شويه تاع سميد. نوريكم كيفاش نديرو له. نبداو نقطعو الحبات تاعنا على هذا الشكل. هنا نعطيكم نصيحه البنات، هنا اللي يدير هذا المقروط تاع المقله يقول لك بعض الناس يقولوا راه يتفتت لنا في القلي. هنا علاش يتفتت لكم؟ باسكو هنايا كي ديروا كميه وتخلوها تنشف تعاودوا تقلو على هذاك الشيء راه يتفتت لكم. انايا ننصحكم ديروا كميه قليله، باغ اكزومبل تبداو 10 حبات 15 حبه وتبداو تقلو، ولا عندكم واحد اللي يعاونكم، وحده تخدم وحده تقلي ديريكتومون باش ما يتفتتلكش، يقعد لك شارب لك الماء، باسكو كي يقعد يزيد ينشف يدخل الهواء هذاك الشيء يتفتت لك. نعطيك استيوس هنا اللي تكون فات فيها خدمه كونتيتي كبيره وبدات تقلي شافتها تفتت لها، هنا ما تخاف ما تحلها ما والو، واش دير تحكم الحبه تاع المقروط تغطسها في وسط الماء تنفضها شويه وتبدا تقلي، تغطس الماء وتبدا تقلي، هنا باذن الله ان شاء الله ما يتفتت لكمش. نحكموا الحبه تاعنا سووها هنا في ليكوتي على هذا الشكل. هنا بعد ما قلحت هذوك الزوائد كيما وريتكم واش نديرو، نزيدو عليهم هنايا كميه من المقروط تاعنا يعني من البسس ها من السميد. ها هو نزيدو كميه برك قليله، راكم تشوفوا. ونعاودو نلمو، ها هي هنايا بقيت لنا شويه، حلو بيدينا كيما ها كيما راكم تشوفوا. رشوا هنايا رشه خفيفه ماشي كيما الاولى، رشوا غير على حسب الكميه تاع السميد اللي درناه الثاني، باسكو الاول ديجا راه منفخ هكذا. ونبداو نعجنوا فيه بيدينا. هنا كيما قلت لكم ما تخافوش من السميد، بعض الاخوات يقول لك ما تكثريش فيه ما يجي يابس ما تعجنيش بزاف، انا نقول لكم عادي جدا، المهم فنخدم به هكذا عمره ولا جاني يابس، يجيني شباب ويجيني مرمل وهشيش من الداخل.
اللي تخاف تكون تلصقلها في لو بلون دو طرافاي، تحط الساشي كيما هاك عادي بهذه الطريقه، تحط فيها العجين تاعها كما تشوفوا. نعاودو نديرو كمية من التمر بهذه الطريقة، هنا كاين اللي تبغي دير عاود ما دير الغرس، دير كوكا ولا اللوز، هنا تلميه بشوية تاع السكر شوية تاع مازها كيما نديرو في التشارك. بالنسبة للمبتدئات هنا واش يديرو في البوسة، شوفو كيديرو باش ما ينغبنوش، تبعوني مليح هذه الطريقه باش يخرج لهم البودان شباب هكذا ما ينغبنوش، يساعدهم بزاف الساشي. كما قلت لكم هنا كل ما نخدموا الكميه تاعنا نعاودوا ندهنوا بالزيت باش الرشام يخرج لنا شباب. تقدر دير رشام واحد اخر ماشي مشكل، تقدر حتى تنقشيه، كاين اللي يبغي ينقشها بالنقاش يدير بالنقاش ماشي مشكله. ونبداو نضغطوا على هذه الطريقة، هاهو شوف الشكل تاعه، هكدا، نحط كامل هذوك الزوائد، بهذه الطريقة. ونواصلوا العمليه حتى نكملوا العجين تاعنا. البنات انا ما غاديش نكمل العجين كاع، نحبس على حساب هذا المقدور باش نوريكم كيفاش تاخذوه، ومن بعد نزيد نواصل العجين تاعي نكمله كاع هكذا. نبداو نعاودوا فيه، نحطوه كما راكم تشوفوا البنات. انا هنا غادي نكمل العجين تاعي البنات كما راكم تشوفوا، انا هنايا بعد ما كملت هذيك الكميه هنا عندي هذا المشبك راكم تشوفوا فيه، هذا المشبك عنده مده، هو عند الوالده تاعي ربي يذكرها على خير، عندها هذا المشبك مع المقله تاعها قديمه بزاف، عندها شحال من سنه. واش ندير انا؟ نحكم هذاك المقرو تاعي اللي خدمته ستفه هنا، هنا من الاحسن ديروا فيه هذا المشبك خير ملي ديروا في ديراكتومون في القدر ولا في المقله ولا في الطاوه باش ما ينحرقلكمش من تحت، هنايا يسعفكم هكا على هذه الطريقه. تقدروا نزيدوا هنا هاني حبه، هنا راني دايره الزيت كما راكم تشوفوني دايرته هي سخون في هذه المقله، لازم المقله تكون مغوره لهذا الشكل، ما تكونش تكون غامقه باش ندير فيها الزيت مليح. هنا الزيت زيت له قد ما حمار نقص له شويه ما نخلوش زايد. نتحودي المقله كما كتشوفوا على هذه الطريقه، لازم الزيت يكون غامق باش يغطي لنا الحبه تاعنا كما كتشوفوا، ونخلوه يتقلى في غرضه على هذه الطريقه كما كتشوفوا. هنا من الاحسن نديرو في هاد الصفايه، علاش؟ باش هنايا كي تقلينا نقعدو ساعه ساعه نطلعو الصفايه على هذه الطريقه، نوريكم نقعدو هاكا نخرجو فيه ونخلوه يتقلى في غرضه. هنا الغاز راني منقصت له، كما كتشوفوا البنات هنايا بعد ما قليت المقرو تاعي ها هو، شوفوا كيفاش خرج ما شاء الله، شوفوا ان شاء الله يا ربي يكون بالكم باسكو راك عارفين الظلمه وني دايره غير الضو تاع الكوزينه شويه، راه ناقص الضو. هنايا علاش قلت لكم هذا المشبك مليح باش تقدروا تشوفوه، ها شوفوا ما نحلي في المقله ما تفتت لي، خرج ما شاء الله، على قلت لكم تمتم قلوه انا مازال خاصه، انا ما تقلب الحبه ما والو
بهاد المشبك وغادي تطلعي فيها. كما راكم تشوفوا البنات ها هو بعد ما قليته راه طيب ما شاء الله. هنايا البنات بغيت ننصحكم هنا تقدري كي تخرجيه تقدري ديريكتوم تعسليه، ولكن خلي غير واحد الثواني برك. ها هو شوف الشك تاعك كيفاش جا ما شاء الله. خلي غير ثواني برك شويه يهجم داك الزيت ونعاود مباشره نديرها في الحسيل. الحسيله انا راني طيبتها كما قلت لكم، طيبت هذه في المنزل. من بعد ان شاء الله ندير لكم فيديو تاعها، كنت حطاتها في القناه الاولى ولكن الغالب بعد ما غلقوها لي كشراح. هنايا نحطوا ديريكتوم نشوفوا الحبه كيفاش جات ما شاء الله. نحطوا المقرط تاعنا في وسط الحسل مباشره باش يشرب هو الحسل كي يكون سخون، والحسل اللي يكون بارد يدخل فيه مليح الحسل الداخل يجي مرمل. ها هو راك تشوفوا هاد الحبه تاعي هنايا، شوفوا تحت كيفاش جا شباب، جاش محروق شوفوا. كما كتشوفوا البنات انا هنا غادي نخليه يتعسل في غرضه يشرب مليح. هنا ان شاء الله البنات انا غادي نكمل الكميه تاع المقروض، نتلاقاو من بعد باش نوريكم كيفاش جا معسل وجا شباب من الداخل، نوري لكم في صحن التقديم ان شاء الله من بعد. البنات كما راكم تشوفوا الوصفه تاعنا اليوم راهي واجده في صحن التقديم. المقروض تاعنا هنا راه واجد، شوفوا الشكل النهائي تاعها كيفاش خرج ما شاء الله. هنا بعد ما قليته البارح وعسلته خليتها تشرب مليح وعاود درت لها التحسيلات الثانيه. شوفوا هنا اللي فتحت لكم حبه في الوصل باش تشوفوا الشكل تاعها كيفاش داخل مرمل ما شاء الله ومعسل وشباب. ان شاء الله يا ربي تجربوه وتنجحوا فيه وتدعوا لي، تدعوا دعوه الخير الوالده تطلبوا لها الشفاء ان شاء الله. البنات هنا نبقى لي نقول لكم اللي عجبتها الوصفه تاعنا اليوم ما تنساش دير جيم لا فيديو وتضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد. السلام عليكم البنات، صحه عيدكم، صحه فطوركم، والسلام.